اليوم قدمنا خلاصات البحث الميداني اللي انجزوا المرصد الوطني للتنمية البشرية حول برنامج مدارس الريادة، واللي قمنا به تبعا الإحالات وصلنا بها من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللي من خلاله قمنا باستقاء الآراء والتطلعات والانتظارات والتمثلات ديال الفاعلين على المستوى الميداني والترابي، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو التلاميذ أو أولياء الأمور ديالهم، واللي من خلاله خرجنا بمجموعة ديال الاستنتاجات كتهم تحسن العملية التعليمية والظروف ديالها، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات أو البنية التحتية ديال المؤسسات الريادة أو على مستوى إدماج التكنولوجيات الحديثة في العملية التربوية، أو على مستوى كذلك المقاربات البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة، واللي كتمكن من أنها تعالج التعثرات التعلمية للتلاميذ اللي كيعانيو من صعوبات المستوى التربوي، واللي غادي تمكنهم أنهم يتجاوزوا هذه الإكراهات وتحد في المستقبل من الهدر المدرسي. بالمقابل رصدنا مجموعة من التحديات واللي كتهم ضرورة تجاوز بعض المعيقات وبعض الإشكالات اللي شملت المرحلة التجريبية ديال البرنامج، واللي هي طبعا مرحلة ديال انطلاق طبيعي أنه يكون فيها بعض الإشكالات وبعض الإكراهات، بالإضافة إلى مطالب من لدن الأطر التربوية بتعزيز التكوين والتكوين المستمر من أجل انخراط في هذا البرنامج، بالإضافة إلى ضرورة تأطير هذا البرنامج على المستوى القانوني والتنظيمي باش أنه يضمن الاستمرارية ديالو على المدى البعيد.